عايز بسطرمه على لانشون على شويه جبن. عناية يا فندم، وفي حد يفوت يوم زي ده؟ النهارده يوم ما يتفوتش. انا كنت حاسه ده انت عمرك ما دخلت علينا بكل الحاجات دي. اكيد هيعجبها، كمان سعره حلو، والله هي بلاش. مبروك يا فندم، اختيارك ممتاز، اصل عيد الميلاد ده ما ينفعش يعدي كده. ده انا اخر من يعلم بقى. قفشتك كفاية. وسمعتك بودني وانت بتقول لصاحبك على عيد ميلادها اللي ما يتفوتش. مخبي عليا ايه؟ قولي انت، اعترف، هي فين؟ رد، هي فين؟ هي مين دي اللي فين ومخبي ايه؟ النهارده عيد ميلاد باندا وعاملين عروض على كل حاجه، فقلت اجي الحق. وبعدين احنا ممكن نكسب مشتريات لمدة سنة ببلاش، وبكده نبقى وفرنا ونطلع السفرية اللي كان نفسي فيها. ايوه. ألف مبروك يا فندم، حضرتك كسبت ومش هتدفع الطلول بتاعك النهاردة. بجد؟ بجد. يس، كل سنة وباندا طيبة يا حبيبي. بمناسبة عيد ميلاد باندا، كل ما تشتري ب 750 جنيه أو أكتر هتدخل السحب على السنة كاملة مشتريات ببلاش. ده غير سعداء الحظ اللي هيكسبوا كل يوم عربيات تسوق مجاناً. مفاجآت باندا ما تتخباش،